اليوم السابق قالت ان 10,000 مشجع في مباراه الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي، واحنا عارفين الامن خلاص وافق على حضور 10,000. نفسي بصراحه العدد يزيد عن كده، يعني عامه بشكل عام في المراحل الجايه انت مقبل على بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله في شهر 6، فبالتالي مهم جدا ان انت تحاول تعمل بروفات كتيره مع الجماهير. الجماهير خلاص اعتقد خدت الدرس بشكل كبير جدا في اهميه ان هم يأزروا فرقهم بشكل عام، ما بالك بقى المنتخب الوطني هيكون حضور جماهيري غفير ان شاء الله، ويكون زي 2000 او بطوله 2006 اللي فازت بيها مصر، وكان منظر اكثر من رائع. فبالتالي نفسنا طبعا كل الاحترام والتقدير لقرارات الامن، اكيد ده شيء مفروغ منه، وهم ادرى بكل الظروف والامور اللي ممكن تكون في اعقاب المباراه بشكل عام، لكن نفسي يكون في محاولات، ما يبقاش ان احنا بنريح نفسنا ونقول 10,000 وخلاص ونمشي الدنيا وكده، لا نفسي يكون في محاولات عشان ان شاء الله يكون ده كله استعداد لبطوله الامم الافريقيه. لكن الاهم ال 10,000 مشجع اللي هيحضروا مباراه الاهلي وفيتا كلوب ان شاء الله يكونوا دعم قوي للفريق في هذه المباراه، وجمهور النادي الاهلي بحماسه ان شاء الله هيكون اللاعب رقم واحد مع بدايه دور المجموعات وبطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله الفريق يفوز باول 3 نقاط، مش عايزين نكرر نفس التجربه بتاعت السنه اللي فاتت اللي حصلت معانا قبل كده كمان في 2013 وبعض السنوات، انك اول مباراه بتتعادل وبعدين تخسر او العكس او ايا كان، يعني تفقد نقاط كتيره في اول مباراتين، ده بيأثر عليك وبيعمل عليك ضغوط كبيره قوي، يا تقدر تتغلب عليها يا ما تقدرش. فعايزين من بدري كده ان شاء الله باذن الله الفريق يقدر يحصد النقاط بشكل جيد ومريح قبل الخوض في بقيه البطوله وكمان في دور المجموعات بالتحديد، عشان تتاهل للادوار المقبله، وده الهدف الاساسي والاسمى بالنسبه لفريق النادي الاهلي، انك تتاهل كمان للنهائي، مش بس النهائي، انك تفوز بالبطوله.